اكثر شيء انه حبيت اتميز به انه اني اكون نحاته حالي حال اي نحات اخر، انه ماكو قيود او حواجز لاعمال اللي انا انفذها من ناحيه الحجم من ناحيه الخامه. دا احب انه اتعلم انه كل التقنيات الموجوده اللي تدعم فني بهذا الموضوع، انه اشتغل اعمال كبيره توصل الامتار. يمكن هذا شيء مميز، يعني انه انا ما اخلي حدود العمل. ما شفت صراحة إن أكثر شيء إنه نحاتين رجال أكو، ما مقتصر على النساء أو ماكو نساء، فأنا ردت أثبت إنه إحنا المرأة العراقية قادرة إنه تسوي أي شيء وتكون نحاتة بامتياز. شفت إنه هذا المجال النساء كنت جدا قليلات فيه، فحبيت إنه كنوع من التحدي إنه أدخل قسم النحت وأبرز بيه كامرأة عراقية.